مجرد ورود هذا المكان الجميل يوحى إلينا بأننا في حظيرة للحيوانات ملؤها أنواع متعددة من الطيور التي عشقها إيدير وجعل منها جنته الغناء في محيط لا يتعدى 800 متر. ما عند ربي موهبة، ما عند ربي بينسو كما نحبش على ندير كاع هكذا، كنا نزيدو نعيطو هذا المرسون تاع طرب تولي خيرك يا ربي. المكان يبعث بطاقة إيجابية، بعد أسبوع من التعب نأتي إلى هنا لنجد الراحة والهدوء وسط أحضان الطبيعة. اللي يزيد يدير الصح ماشي صوار، اللي يبغى يخدم يخدم، بلاد كيما هذه رحم باب. الفكرة بدأت بتربية حمامتين إلى أن أصبح عددها يتعدى 1500 طير من شتى الأنواع والفصائل، ومنها توطدت علاقة الهاوي بطيوره الجميلة وألوانها الجذابة. نعطيك الدمي من بالك الزوج. مشروع إيدير المتواضع لم يرث مالا طائلا لتحقيقه، لكنه آمن به وعمل على تجسيده بكل قواه وجوارحه. حوض للأسماك يخلق انسجاما رائعا مع زقزقة العصافير وأشياء أخرى لتزيين المكان.